الفصل الديني عن الدولة ومقولة تحييد الدولة عن الشأن الديني تختلف النظرة حول العلمانية، هي أيديولوجيا تؤله قيما دنيوية. يقول الخصوم: تنسف الشعور المقدس وتجعل الدولة أكبر من الدين، صيرورة تاريخية. يقول أنصار العلمانية: هي أداة لمحاربة الإكراه الديني الذي يتضرر منه المتدين الآخر. في هذه الحلقة من جدل نطرح المسألة العلمانية على طاولة النقاش: هل العلمانية هي حماية للحريات أم محاربة للأديان؟ أهلا بكم. ما بين فصل الدين عن الدولة وتحييد الدولة في الشأن الديني تختلف النظرة إلى العلمانية. فهذا المصطلح الذي ظهر في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا وارتبط بمفاهيم المواطنة والانتقال الديمقراطي والانتخاب بالأغلبية يثار حوله الكثير من التساؤلات، ويخلط البعض بين العلمانية والإلحاد وبين علمانية معادية للدين كما الحال في فرنسا والاتحاد السوفيتي سابقا وعلمانية محايدة، بحيث أن الدولة لا تستخدم أو تستخدم من قبل الدين. يشاركني في هذه الحلقة دكتور منير لكشو، أستاذ الفلسفة السياسية والأخلاقية في جامعة تونس. أهلا بك دكتور. أهلا. الرأي الذي يقول إن العلمانية ضامنة للحريات يمثله كل من أحمد عصيد كاتب وناشط حقوقي مغربي، سعيد هادف باحث في الشأن المغاربي، وهادي أحمد باحث وإعلامي تونسي. أما الرأي الذي يقول إن ليس كل علمانية هي ضامنة للحريات فيمثله كل من محمد رحموني أستاذ جامعي، عقيل الخطيب أستاذ فلسفة وباحث تونسي، ومحمد الأمين مصطفى باحث موريتاني. أهلا بكم جميعا. دكتور منير، لماذا هذا اللغط حول مفهوم العلمانية في الدول العربية والإسلامية؟ هذا اللغط مرده في رأيي العديد من العوامل وأسباب ممكن تكون معقدة وكثيرة، ولكن عموما يجب أن نقول أن هناك عنصرين. أولا، تلقي فكر الحداثة داخل أو في سياق الفكر العربي عموما. هذا كان في جانب كثير منه لم يكن التلقي المناسب والسليم والصحيح. أذكر هنا مثلا الكاتب والمفكر المغربي والمؤرخ المغربي عبد الله العروي يشير في كتابه مفهوم الحرية إلى الطريقة التي بها استقبل الفكر الليبرالي داخل أو في من قبل المفكرين الليبراليين العرب، في حين أن الفكر الليبرالي كان يتعمق ويطرح المشاكل التي تطرحها ممارسة الحرية نفسها. العرب عندما استقبلوا الفكر الليبرالي استقبلوه دائما على أنه جملة من الشعارات، نعم، كيف يمكن توظيفها لغاية سياسية. في نفس السياق يمكن أن نقول أن العلمانية، الكثير الذين يدينون العلمانية في أحيان كثيرة والكثير الذين يدافعون عنها بحماس شديد هم لا يدركون أو لا يتعمقون كثيرا في المشاكل التي تطرح من وراء مشكل العلمانية. سأعود إلى هذا لأبينه. العنصر الثاني أعتقد أنه مهم هو وضع الثقافة في بلداننا ووضع الجامعات خاصة ومشكلة التلقي لريسبسيون للفكر الغربي عموما داخل جامعاتنا. هذا فيه مشكل كبير يتعلق بحالة الجامعات وحالة البحوث الجامعية، وهذا أيضا مشكل كبير جدا. المشكل الثالث هو أيضا القمع السياسي وضيق مجال الحرية داخل البلدان العربية، أي هذا الذي لا يتيح النقاش المتضاد بدون خلفيات وبدون انتهاج أساليب التخوين والتكفير، وكل هذه المعوقات هي التي تجعل أن النقاش والجدل اللي يكون هادئ ويكون رصين حول العلمانية هذا نأمل أن يقع في المستقبل ولكنه لا يقع. نعم. عودة إلى سؤالك حول العلمانية، حول مسألة العلمانية وتمييزك بين ضربين من العلمانية. عموما ما نقول عندما نقول تمييز بين ضربين من العلمانية يعني بذلك أنه تمييز ما بين ما يسميه الفرنسيون اللائكية وبين ما هو شائع
خارج فرنسا وخاصة في المجال الأنجلو ساكسوني تحت عبارة التي نترجمها نحن بالعربية العلمانية السيكولاريزاسيون. وعموما لا أريد أن أطيل كثيرا في وأحتكر الكلمة، لكن أريد أن أقول أن يجب أن نميز بين شيئين، بين العلمانية في صيغتها القانونية والدستورية، وهذا ما نجد أن في الدستور الفرنسي لسنة 1946 قد أقحم أدرج القانون 1905 الذي وقع سنه في فرنسا والذي يكرس الفصل ما بين الدين والدولة في جملة فصوله. إذن هذا تكرس الدستوريا فيما بعد وأصبح في الدستور الفرنسي هناك تكريس لمبدأ العلمانية. لو نظرنا في الدساتير في العالم التي نجد فيها تنص صراحة على لائقية الدولة لن نجد دساتير كثيرة. هناك الدستور الفرنسي، هناك الدستور المكسيكي، هناك الدستور الأمريكي، هناك الدستور الكندي، وأعتقد الهند أيضا وتركيا بطبيعة الحال. في البلدان الأخرى لديك مثال إنجلترا ليست لائقية، ومع ذلك إنجلترا تنص كل قوانينها على حرية الرأي والتعبير، حرية المعتقد، ومجال الحرية في مجال العقيدة وفي مجال الضمير هو واسع جدا. نفس الشيء أيضا لو ننظر في بلدان أخرى مثل الدنمارك مثلا، هناك مثال الدنمارك والنرويج والسويد، كلها ليست بلدان لائقية على مستوى دساتيرها. فهناك دين هو دين رسمي للدولة، ولكن وجود الدين الرسمي للدولة لا يمنع من العلمانية على صعيد الحياة وعلى صعيد المجتمع. أستاذ أحمد، أنت من المتحمسين للعلمانية وتراها أنها ضامنة للحريات. دكتور أشار إلى نقطة مهمة، بالعالم العربي هناك قمع سياسي، ألم تستخدم الأنظمة العربية التي رفعت شعار العلمانية ذلك لممارسة نوع من الضغوط على المجتمع ولقمع الحريات الدينية في بلادها؟ السياسيون في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط يتهربون من كلمة علمانية، لا يستعملونها. الذي يستعمل كلمة علمانية هم المجتمع المدني والمثقفون والباحثون. السياسي يعتبر أن لفظ علمانية قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية بالنسبة له كتنظيم يخوض الانتخابات ويسعى إلى السلطة. لكن الأنظمة العسكرية والأنظمة الاستبدادية التي قمعت التيارات الدينية هي التي في نفس الوقت استعملت الدين بكثافة في حقل الشرعية السياسية. كل الأنظمة هذه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحالفت مع التيارات الدينية من أجل مواجهة اليسار الماركسي ومواجهة اليسار الاشتراكي. أنور السادات عقد اجتماع رسمي مع مرشد الإخوان المسلمين في القصر الرئاسي واتفق على مخطط لسحق طلب اليساريين في الجامعة، وهذا شيء معروف بوثائق. الحسن الثاني في المغرب أكثر من المدارس القرآنية الوهابية وأدخل منظري الإخوان وأعطاهم التلفازات والإذاعات لمواجهة اليسار الماركسي وأيضا لمواجهة الثورة الإيرانية، لأن هذا المخطط انطلق عند ملك المغرب في 79 تحديدا، وهذا صنع مجتمع آخر أقل تسامحا مما كان بعد 25-30 سنة. أصبح المغرب مغرب آخر مختلف تماما عما كان في الستينات والسبعينيات، لأن المغرب السابق كانت له تقاليد وثقافة متسامحة، كان هناك تدين، نمط للتدين الشعبي الذي فيه احترام الآخر. نمط هذا النمط الديني الشعبي اللي كان سائد في المغرب ليس سائدا في دول مشرقية. لا، كان أيضا في دول مشرقية، لكن المشكل أن هناك نمطان من التدين تم تسويقهما تسويقا سياسيا وبأموال كثيرة، نمط التدين الإخواني المصري ونمط التدين الوهابي السعودي. هذان نموذجان مختلفان كليا عن نمط التدين في تونس والجزائر والمغرب ومصر وكذا. فهذا هو الذي خلق التباس أيضا في معنى العلمانية. الأنظمة السياسية زائد التيار المحافظ لم يكن في مصلحتهما أن يفهم الناس المعنى الحقيقي للعلمانية، وهو أنه يقصد به استقلال العقل باعتبار أنه قادر على المعرفة وعلى الاكتشاف وعلى الإبداع، يقصد به احترام الآخر في حقوقه الأساسية باعتباره فرد مواطن له حق الاختيار، ويقصد به أيضا حياد المؤسسات تجاه الأفراد وتجاه المجتمع، واتخاذ الدولة لنفس المسافة
من كل الأفراد باعتبارهم مواطنين، أفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نعم. نفس الواجبات. أسمع إلى رأي أستاذ محمد رحموني. أستاذ محمد، يعني ألا يمكن، أنت تقول طبعا ضيوفنا الكرام أنه ليس كل شكل العلمانية ممكن أن يكون يتوافق مع المجتمع العربي أو المجتمعات الإسلامية، لماذا يتم تسويق فقط شكل واحد من العلمانية في العالم العربي من قبل المفكرين، ليس فقط من قبل الأنظمة العربية أو الأنظمة العسكرية بالتحديد؟ أولا شكرا على الدعوة، وشكرا على اختيار الموضوع، يعني مهم مثل موضوع العلمانية. في الحقيقة ما قيل يعني مهم جدا، ما قاله الزميل منير وكذلك الأخ الحاضر. يعني الإشكال يكمن في أنه لم ندرك، حتى النخب باستثناء يعني بعض المفكرين لم يدركوا معنى العلمانية، لأنه أغلب النقاشات تدور حول اللائكين. بلداننا هو قضية في قضايا قانونية ودستورية، يعني كيف نضع دستورا أو قانونا يعني نعتقد أنه بذلك يمكن أن نحيد الدين أو يمكن أن نفصل بين الدين والدولة. الإشكال أن العلمانية هي ثورة، هي ثورة، يعني الحداثة كلها بنيت على هذه العلمانية التي هي في جوهرها ثورة ثقافية، تعني نزع الصبغة الروحية والصبغة السحرية والصبغة الدينية عن العالم، هذا بارتباط بتاريخ الكنيسة إذن في أوروبا. إذن فالقضية يجب أن نميز بين المعنى الثقافي العميق. العلمانية هي ثورة ثقافية عرفتها أوروبا على مدى طبعا أجيال وعلى مدى يعني وفي مجالات عديدة، وبين المسائل الإجرائية التي هي نتيجة لهذه الثورة. مسألة يعني وضع الدستور أن تكون الدولة محايدة وأن يعني نفصل المجال السياسي عن المجال الديني، وهي قضايا إجرائية. وذلك اليوم في تونس مثلا بعد الثورة بعض المفكرين العلمانيين قالوا مجتمعات غير مهيئة لكي تكون علمانية. ما معنى ذلك؟ معنى أن العلمانية هي ثورة ثقافية قبل أن تكون قوانين أو يعني فصول في دساتير أو صراع حول نضع هذا القانون أو لا نضعه. طيب هل العلمانية مطلوبة لذاتها؟ لا، العلمانية هي كما قلت هذه الثورة الثقافية التي تحاول أن تفصل بين المجالات. وعندما نقول العلمانية في جوهرها يعني هي ديمقراطية، هي المواطنة، هي احترام حقوق الإنسان، هي احترام الآخر. وأعتقد أن هذه المبادئ يعني تشترك فيها تيارات كثيرة. لكن ليس كل الدول العلمانية دول ديمقراطية. نعم، لا نحكي على العلمانية بمعناها صحيح. يعني أنت تحدثتي عن الدول العربية أخذت شعار العلمانية مجرد شعار سياسي، مجرد أداة سياسية لمواجهة خصوم إذن سياسيين، مثل ما رفع شعار الديمقراطية. كل الأنظمة العربية كانت ترفع شعار أنها أنظمة ديمقراطية وأنها أنظمة يعني تضمن الحريات. يعني نميز بين ما هو شعار وبين ما هو حقيقي. أستاذ سعيد، كيف يمكن بلورة علمانية في الدول العربية ضامنة للحريات؟ يعني ما شهدناه بالعالم العربي كما قال أستاذ أحمد، يعني في أنظمة يمكن السياسيين ما بيستخدموا أو التيارات الأحزاب السياسية ما بتستخدم إن هي تيارات أو أحزاب علمانية لأنه بتخاف على أنه يمكن أنه ما تحصل على أصوات الناخبين. ولكن كيف يمكن بلورة علمانية ممكن أنه تضمن الحريات بعد ما شهدناه من تجربة سيئة ممكن أن نقول من هلالين ببعض الدول العربية؟ مثل ما تحدث الأستاذ أن المفاهيم التي تلقاها الوسط العربي وفدت عليه من وسط غربي، وهذه المفاهيم هي وليدة مخاضات عسيرة يمكن استغرقت قرون من الزمن. وبالتالي عندما نتحدث نحن عن مفهوم العلمانية، يعني هل العلمانية تفاحة تصلح للأكل أو جرثومة يجب محاربتها؟ هل العلمانية خطيرة إلى هذا الحد لدرجة أنها أصبحت يعني تطرد من القاموس السياسي والفكري في التداول العربي؟ عندما نتحدث عن العلمانية سواء بالمفهوم الأنجلوساكسوني أو الفرنسي من الناحية المبدئية فالكلمتان تعني مفهوم واحد مبدئيا. العلمانية مرتبطة بالدين، هل جاءت لتحل مشكل أم لتطرح مشكل؟ عندما ندرس تاريخ البحر الأبيض المتوسط أو تاريخ الشعوب التوحيدية
التي يعني بدأت بتسرب الديانة اليهودية إلى الإمبراطورية الإغريقية الرومانية وبروز المسيحية وتبني الإمبراطورية الرومانية للمسيحية ثم سيطرة التفاعل سيطرة. الذي حدث هو الذي ولد هذا النقاش. نعم. أول النقاش بدأ بين الإمبراطورية الرومانية والمنطقة اليهودية أو ما يسمى بيهودا في بداية القرن يعني قبل القرن الأول وبداية القرن الأول، أي أن الإمبراطورية الرومانية عندما أرادت أن تبسط قوانينها على المستوطنات بما في ذلك المستوطنة اليهودية فإن اليهود رفضوا القوانين الرومانية، وحدث هنا أن تدخل بعض المفكرين اليهود من أصل يهودي على رأسهم مؤرخ ومفكر معروف يسمى يوسف رابيوس وهو مفكر ومؤرخ إغريقي من أصل يهودي ليوضح للرومان أو للإمبراطورية الرومانية خصوصية اليهود الذين يتحدثون عن مفاهيم مثل الديمقراطية والإرستقراطية، فصاغ مفهوم جديد سماه الثيوقراطية محاولا أن يقنع الرومان بأن لليهود خصوصيتهم ولديهم قانون خاص يسمى التوراة، وهذا القانون هو الذي سيديرون به شؤونهم. إذن ما معنى ماذا تعني كلمة الثيوقراطية؟ أطرح هذا المفهوم لأن المفاهيم السائدة الآن مرتبطة به. الثيوقراطية إذا ترجمناها يعني بالمعنى يعني الحرفي للكلمة هي حكم الله أو حكومة الله. نعم. طرح هذا المفهوم وتداول النقاش فيه ليعود في القرن الرابع بعد أن تبنت الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية، عاد هذا المفهوم عن طريق المنظرين لمسيحية الإمبراطورية الرومانية وعلى رأسهم لاكتانس الذي طرح فكرة الثيوقراطية حكم الله. نعم. لكن مع الزمن هناك من رجع هذا المفهوم يعني هل الله هو الذي يحكم؟ على سبيل المثال ماكس فيبر عندما قال بأن البشر هم الذين يحكمون فجاء بمصطلح جديد سماه الهيروقراطية بمعنى حكم رجال الدين. ثم تطور النقاش والمفهوم حتى وصل إلى بداية القرن السادس عشر مع مفكرين من أصول يهودية أو مسيحية، حتى المسلمين خاضوا في هذا النقاش ووصلوا إلى حل هو ما دام الله يريد الخير لهذه الشعوب فالديمقراطية أيضا تريد الخير، وما دام البشر هم الذي يحكمون فنذهب مباشرة للديمقراطية. برز أيضا مفهوم العلمانية. العلمانية إذن جاءت لتحل إشكال. العلمانية ليست ضد الدين. العلمانية تقول مبدئيا على رجال الدين أن لا يقحموا الدين فيما ليس هو دين. الذين دافعوا عن العلمانية رجعوا إلى الإنجيل سواء الإنجيل لوقا أو إنجيل مرقس، يقولون بأن المسيح يقول أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يعني هذه الآية استنادا عليها تبين بأن هناك فصل. أيضا بالنسبة للمسلمين يلجؤون إلى القرآن عندما يقولون الآيات لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم أو قد تبين الرشد من الغي. يعني هناك مظاهر علمانية في الدين نفسه، مظاهر علمانية يعني بشكل أو بآخر. نعم. وليست نسق، أنا لا أتحدث عن نسق، وإنما هناك استعدادات يعني لتقبل الآخر ولتقبل النقاش. هذه نقطة مهمة جدا. ممكن أنتقل للسيد عقيل الخطيب. هناك مظاهر علمانية في الدين كما كان يقال في السابق أنه في مظاهر اشتراكية في الدين، وهل يمكن العلمانية أن تحل كل المشاكل والصراعات المذهبية والطائفية في العالم العربي؟ شكري للقناة ولهذا الموضوع. في الحقيقة هناك مظاهر علمانية في الدين، أي علمانية وأي دين؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. أنا في تصوري الدين كمفهوم والعلمانية أيضا كمفهوم آخر هما مفهومين يمكن أن يكون متجاورين ككل جيرة، وككل جيرة يمكن أن تكون هناك خصومات كما يمكن أن تكون هناك سلام وأمن وفاء. إذن متى تتحول الجيرة هذه إلى نوع من الخصومة، ومتى أو ضمن أي شروط تتحول
إلى علاقة ودية وسلام، هذا برأيي يجب أن نعود إلى أن المفهوم، مفهوم الدين بالأساس يتعلق بالمضمون. الدين هو مضامين، وكل مضامين لا تخلو من وسائل وأشكال، لكن مفهوم العلمانية هي مفهوم تتعلق في رأيي بالوسائل والآليات. نعم. ولا تخلو أي مفهوم عنده توجه نحو الوسائل من مضامين معين. الإشكال أو الالتباس يحدث عندما يتخلى المفهوم ذو الطابع المضموني، أعني الدين، ويتحول إلى وسائل أو آليات، عندئذ يتحول إلى دين شكلاني، وعندئذ يدخل الصدام أو ندخل في معركة كبرى عندما يفتقد الدين جانب المضمون متاعه ويتحول إلى نوع من الشكلانية، كما هو داعش، كما هو اليهودية إذا تصهينت. نفس الأمر يحدث للعلمانية إذا تخلينا أو تحولت من وسائل، من نظام وسائل إلى مضمون فلسفي أو مضمون فكري، فإنها بالضرورة تتحول أيضا إلى عداء لكل نفس أو لكل حرية. ونعطي مثال من ذلك ما حدث في ألمانيا. هتلر لم يكن متدينا أساسا، هو وصل للحكم عن طريق الديمقراطية ومارس العلمانية في أبهى مظاهرها وانتهى إلى الهولوكوست. إذن ما أريد أن أقوله، ينحرف مفهوم الدين عندما يتحول إلى شكلانية خالصة فيبترع كل شيء وبالتالي يتحول إلى ديكتاتورية. نعم. ونفس الأمر يحدث للعلمانية. متى يكون هناك إذن نوع من الانسجام ونوع من التوائم أو الاتفاق؟ عندما يلتزم كل واحد بحدوده، أي علمانية، خلينا نقول أن العلمانية في تاريخها كما بين الدكتور هي تنقسم عندنا علمانية فرنسية لائكية تبدو حدية نوعا ما متطرفة وبالتالي تمثل إشكالا كبيرا بالنسبة للدين. وفي نفس مقابل ذلك ذكرت عندما يلتزم كل طرف بحدوده، ولكن هذا غير موجود في هذا عالمنا على العربي. مستوى النظري على مستوى الواقع غير موجود. نعم. غير في موجود. عالمنا العربي غير موجود. نعم أستاذ هادي، يعني على بالواقع غير موجود، كيف يمكن أن تكون العلمانية ضامنة للحريات في العالم العربي وهناك ثمت علمانيون معادين للديمقراطية أساسا وللحريات؟ نحن نتحدث على نظام أو سيستم أوجدته منظومة الحداثة العلمانية، لأن هذه الكلمة تثير الكثير من اللغط والجدل والخوف للمواطن العربي والمسلم، لأن الصورة الدارجة أنها منظومة معادية للدين، معادية للإسلام، وهذا أحد الإشكالات اليوم. يعني لما نطرح اليوم في هذا المربع مصطلح العلمانية أو العلمانية كل بحسب قراءته للمصطلح، المواطن العربي سيقف، خلينا نقول الغالبية العامة في الوطن العربي سينظرون على أن المسألة فيها عداء للدين، لأن خلينا نقول بكل صراحة هذا الإسلام السياسي ساهم في تشويه العلمانية وجعلها حصان طروادة لكل من يتجرأ على مشروعه السياسي. إذن مثلا في تونس مثلا احنا استعرضنا في الدستور التونسي بلفظ المدنية على لفظ العلمانية حتى لا نصدم المواطن التونسي، والحال أن المضمون تقريبا نفسه، وكل تقريبا المشاركات اليوم بنسبة كبيرة مشتركة. هل يتحمل الإسلام السياسي هذه المسؤولية، ولا أيضا في عندك زعماء مثل أتاتورك وحتى بوركيبة إلى حد ما تحفظ على مصطلح الإسلام السياسي؟ على كل حال هذا المصطلح يعني دارج، لست أنا من أوجده، ولكن نتحدث عن الحركات لا أساس له، لا علمية له، مصطلح صحفي
عنده سونس بيجوراتيف وفي نوع من التحامل. لست أفهم أنا ما معنى ماذا نقصد بالمصطلح الإسلامي السياسي. هل إيران هل تعتبرها الدولة الإيرانية؟ نعم نعم سمحني سمحني. هل إيران هل يمكن أن هل التجربة الإيرانية تمثل المصطلح الإسلام السياسي؟ شوف اسمعني حتى نكون واضحين، فما تقسيمة واضحة. ممكن بس أيديولوجية. على سؤالي قبل ما نجاوب. بالنسبة أنت أنا ذكرت كأنه الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ساهم في التشويه. ساهم ولكن كمان الطرف الآخر ساهم. مساج خلينا نجاوب. الإسلام السياسي ساهم في تشويه وشيطنة مصطلح العلمانية أو العلمانية كل حسب قراءتي للمصطلح. لأنه مرتكز الإسلام السياسي على مشروع. أنا بنسمع علمانية وعلمانية. علمانية. لأن هذا في جدل. علمانية. هذا علمانية. تكتب فيه كتب يعني. بالنسبة للعين. لأن العلمانية. من كلمة عالم. شيء من الجذر العلم. العلم. العلم هو الذي نعود إليه لقيادة هو العالم. هو كل حين نقول علمانية بالنسبة للعلم نقول العلموية. علموية. وضعية. لابد من التركيز على العلم كوسيلة لحل مشاكلنا في جميع المستويات أو الوضعية في حين أن مفهوم العلمانية من مفهوم العالم. نعم. العالم بالضبط. وهذا دون أن ننفي بطبيعة الحال الجانب العلمي دون أن ننفي العلاقة بين الثورات العلمية الكبرى وظهور العلمانية، لأن الثورات العلمية أضعفت الفكر الكنسي ومكنت من تسهيل مسلسل العلمنة ولا سيكولاريزاسيون. فهذه هي العلاقه بين العلم. اما ان نقول لا علاقه للعلمانيه بالعلم هذا كلام غير صحيح. في كل حالات العلمانيه او العلمانيه كل حسب تسميته هي احد انتاجات الحداثه الانسانيه، لان وهنا زاد مربط الفرس، لاننا في المخيال الضمير العربي الاسلامي مصطلح الحداثه والعلمانيه او العلمانيه مره اخرى يرتبط بالغرب، وهناك عداء تاريخي وعداء شعبي وديني لكل ما هو غربي، وبالتالي هذا المصطلح يختزن كل منظومة الصدام مع الآخر. هذا واحد. اثنين، لما نتحدث نرجع لسؤالك على في مسألة الإسلام السياسي. الإسلام السياسي طبعا اليوم هو جزء من اللعبة السياسية في العالم العربي. أحد مشاكل الإسلام السياسي هو أنه تصادم مع منظومة قيم خلينا نقول إنسانية وعالمية اللي أنجتها منظومة الحداثة. اليوم طبعا هناك حركات سياسية في العالم العربي تحاول أو تعمل على إدماج نفسها في هذه المنظومة، مثلا التجربة التركية مع أردوغان في تونس إلى حد ما، هناك تمشي مع الحركة الإسلامية في تونس ممثلة في حركة النهضة في هذا الاتجاه. هناك خطوات جريئة غير مقبولة حتى داخل المعسكر الإسلامي نحو الدخول في منظومة القيم الإنسانية، لأننا لما نتحدث عن العلمانية نتحدث عن القيم الإنسانية ليس باعتبارها مقدس، هي باعتبارها أفضل ما أنتجته البشرية لليوم. على كل حال يعني نحن لن نقدس العلمانية، لا نعتقد أن العلمانية هي مسألة البقرة المقدسة الموجودة في القرآن، لا، هي أفضل ما أنتجته البشرية إلى حد اليوم بما تعطيه وتمنحه للمواطن من حريات وحقوق فردية وحريات سياسية وديمقراطية، لأن كل هذه المفاهيم هي المفاهيم التي تقود العالم اليوم. يعني العداء مع هذه المفاهيم يعني العداء للعالم. عندنا فرصة تاريخية صارت في العالم العربي. نعم. مش نحب نختم المسألة هذه، هي ما وقع في الشرق الأوسط مؤخرا مع بروز داعش وكل، لأن في نهاية الأمر داعش هي أحد إنتاجات الإسلام السياسي، هي هذه المقولة الإسلام دين ودولة والإسلام سيحكم العالم. تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة الكرام. أعتقد أنه في البداية يجب أن ننطلق من ثلاث نقاط، إحداها تتعلق بالمفهوم، والثانية تتعلق بالواقع، والثالثة تتعلق بالإجابة على سؤال لماذا سأؤجلها. أما ما يتعلق بالمفهوم فإن ما يتعلق بنقاشنا أعتقد أنه لصيق بالعلمانية بمعناها الشامل، بمعنى العلمانية التي تتجه إلى الأخلاق، بمعنى العلمانية التي تتجه إلى الهوية، بمعنى ما يسميه بعض المفكرين العلمانية الشاملة، أكثر منه علمانية نقاش يتجه إلى العلمانية مفهوم السياسي. لا مشكلة عند أي إنسان سوي عاقل
مثقف، مع أن يكون هناك فصل بين السلطات، مع أن يكون هناك اهتمام للدولة. الإسلام نفسه قرر ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، فوض الناس في أمور دنياهم. وطبيعة الحكم السياسي في الإسلام جاءت لتعطي مفاهيم عامة من قبل العدل وإرسائه، من قبل الحرية وإرسائها، من قبل فك الأغلال والأعصار، ثم تعطي للناس الحرية في أن ينتخبوا النظام السياسي أو الطريقة السياسية التي يمثلون بها هذا الإسلام. أما المسألة الثانية فتتعلق باللحظة التاريخية التي تعيشها الأمة الإسلامية العربية، وهي اللحظة التي يكثر فيها اللغط مع العلمانية وضد العلمانية. يتعلق الأمر بأننا أمام ثلاث انكشافات خطيرة جدا. نعم. الانكشاف الأول للعلمانيين العربي والمسلمين، لأنه ظهر أنهم للأسف الشديد حاضنة للاستبداد السياسي، حاضنة للثورات المضادة، حاضنة لمفاهيم من يقود الانقلابات على الحرية الآن في العالم العربي، من يقف ضد الشعوب التي تختار من يحكمها الآن في العالم العربي، من يقيم ويعيق صيرورة الثورات العربية التي أنتجها الظلم والاستبداد والقهر، هو للأسف الشديد فئات علمانية أو منتمية إلى العلمانية بطبيعة ممارستها. الانكشاف الثاني أن الأمة تعيش للأسف الشديد تحت وطأة مقولتين بما كثير من التطرف. المقولة الأولى تمثلها مقولة الحداثة وما أنتجته العلمانية، لأنها انتقلت من الكلام في السياسة وفصلها عن الدين إلى الترويج لمفهوم العلمانية كمفهوم هادم لكل شيء. علمانية تأتي بالحرية، ولكنها تأتي بحرية هادمة لاختياراتنا، تأتي بحرية هادمة لتديننا. علمانية تأتي بوسائل متوحشة إعلاما وترويجا ومفاهيم اجتماعية لتقتلع جذور المجتمع. علمانية للأسف أنتجت إنسانا ميتا مفصولا عن القيم. طرحت محمد عدة نقاط، والنقطة الأهم ربما النقطة الثالثة ما بعد 2011 سنرد بمداخلات سريعة. النقطة الثالثة اسمحي لي البلد العربي الذي يعتمد يدرس التربية الإسلامية في مدارس الاستبداد قادم على الدباب. حتابع الحواء، ولكن الإسلامية لا. هذه لو أبشر بدولة وأدد الخراب للعرب السياسي والتفاهم بين المجتمع السودان. سؤالي يعني ممكن نطرحه الآن، الحكومة الإسلامية في السودان أدت بنا إلى تقسيم السودان، الإيراني أدى إلى الخراب، وماذا أدت بها الجماعات الإسلامية التي تدافع عنها؟ شوفوا وصلت طيب. سوريا هل دافعت عن خلينا المسلمين هذا الإسلام السياسي الذي تبشرون إلى اليوم لم تفهموا أن الشعوب فهمة الدرس الذي تريدونه إلى اليوم الشعوب فهمة الدرس الذي تريدونه هذه محمد لو سمحتم على حريتها على أساس من الاختيار. أعتقد أننا انزلقنا من حوار فكري إلى 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 جدل سياسي، ليس هذا مجالي. دكتور بالنسبة للنقطة اللي طرحها بعد 2011 لا أنا لدي جملة ملاحظات على المقالة ومنذقي وحتى المقالة ومحمد أيضا. نحب أولا نسأل سؤال، أنت قلت أن الإسلام هو من أجل الديمقراطية ومن أجل الانتخاب وفصل السلطات إلى آخره، وهذا جيد، لكن من وجهة نظر نظرك أنت كمسلم كمتدين كإنسان يدافع على أو ينظر إلى النساء من وجهة نظر دينية هنا. طيب لا هو إسلام مش مسلم. لا يهمني هذا، المهم هو أنك هل أنا باش نصنفه، هل أنا من وجهة نظر دينية في نفس الاتجاه الإسلام أو الإسلام تؤمن به أنت أو كما تتصوره أنت يدافع على حق الناس في حرية المعتقد، نعم، في حرية الضمير، نعم، وحقهم في الخروج من الإسلام نفسه طبعا. هذا إذن أمر أساسي، إذن هذا يجب أن تتوفر الضمانات القانونية والدستورية لتحقيقه، وهذا ما تحقق في دستور تونس 2014، نعم، عندما نجد أن الفصل الأول يقول تونس حرة مستقلة، دينها الإسلام، لغتها العربية، ونظامها الجمهورية. الفصل الثاني يقول أن تونس مدنية تقوم على دولة المواطنة وحكم القانون.
إذن في الفصل السادس ينص صراحة على حرية الضمير ويؤكد على ضرورة حياد المؤسسات الدينية من كل توظيف حزبي، ويؤكد أيضا على أن كل دعوات التكفير إلى آخره فهي مضادة أو فيجب على الدولة أن تقاومها. إذن إذا وفرنا هذه الضمانات القانونية والدستورية لممارسة حرية الضمير، فليس الحق لأحد أن يقول أن العلماني يفسد عقيدة الأمة، أن العلماني هو خطر على إيمان المؤمنين وخطر على الإسلام، لأننا هنا انزلقنا مباشرة إلى ما ينافي القيم المؤسسة لجمهورية تكون ديمقراطية وتكون إذن قائمة على المواطنة وعلى الحرية وعلى المساواة. إذن فالتونسي سواء كان مسلم أو غير مسلم له نفس الحقوق، ولذلك إذن الحقوق كلها واحدة مضمونة في الدستور وهي حقوق المواطنة. لهذا إذا قبلنا بذلك هناك جملة من الاستتباعات لابد أن نسير فيها، بقي هل أن هذه تتضارب مع الإسلام أو لا تتضارب مع الإسلام؟ هذا إذن بالنسبة للتونسيين الذين أجمعوا على هذا الدستور هذا لا يتضارب مع الإسلام. بقي إذا كنت ترى ذلك يتضارب مع الإسلام فهذه مشكلتك أنت وليست مشكلة يعني الدستور التونسي وليس مشكلة القيم التي أسست دولة مدنية. نعم. بهذا ضمانات دستورية وقانونية هذا يضمن حرية التعبير وأيضا حرية حرية الضمير ولا يكفي هذا. لا يكفي أن يكون ذلك مضمن في الدستور، يجب أيضا أن تكون هناك مواءمة بين القوانين الجزائية ومختلف القوانين الأحوال الشخصية أو غيرها مع ما ورد في الدستور، وهذا أمر أساسي. إذا تونس يمكن أن تكون تقدمت في هذا المجال، بقي أنه على مستوى تطبيق القوانين الجزائية ومجمل القوانين لا تزال غير منسجمة مع الدستور، غير متوافقة مع الدستور. مداخلات سريعة. هذه لا تضمن بالضرورة كما ينبغي الحرية الفردية والحرية الشخصية وسيادة الفرد على نفسه. هنا المشكلة. وهذا إذن نصطدم هنا بالحدود المطروحة على مستوى مجلة الصحافة، على مستوى الإعلام، على مستوى المجلة الجزائية وغيرها. نعم. ولكن هذا إذن مسار لابد أن يتابع، وهذا كيف يمكن تبريره أو تسويغه من وجهة نظر الإسلام، هذا إذن هو التحدي الكبير ما تروح أمام الفكر الإسلامي عموما. مداخلات سريعة لو سمحتم عند وقت تفضل. أعتقد أن الإشكال الذي ينبغي توضيحه هو الإجابة على السؤال ما الذي يربط، ما هي الروابط المشتركة بين كل الدول الناجحة، الدول العلمانية اللي هي متقدمة وراقية ويعيش فيها المواطنون ما نسميها الكرامة. هذه هي النقطة الأساسية. الأستاذ قبل قليل قال أن علمانية فرنسا ليست هي النرويج، النرويج فيها دين رسمي في الدستور، لكن النرويج دولة علمانية. لماذا؟ لأن الدين ليس أساس للتشريع، ليس مصدرا للقوانين، والدولة لا تمارس الوصاية على المجتمع ولا تضبط المجتمع من منطلق ديني، بل تترك للأفراد اختياراتهم الحرة. إذن هل هذه الشروط متوفرة في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط؟ جميع الأنظمة العسكرية أو الملكية أو الحكم الفردي أو ما شئنا لم تكن أبداً أنظمة علمانية، كانت أنظمة تستعمل الدين بدرجات متفاوتة سواء في حقل الشرعية، شرعية الحاكم، أو أيضاً في ضبط المجتمع وممارسة الوصاية عليه. لا وجود لأنظمة علمانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ما يوجد هو بعض عناصر الدول الحديثة أدمجت في هذه الدول ولكن ظلت غريبة، لأن لا يمكن أن تعمل بشكل طبيعي لأنها متجاورة مع عناصر أخرى من التقليدانية، أي من الدولة ما قبل المرحلة الكولونيالية. من جانب آخر هناك أمر أساسي ننساه، وهو أن جوهر العلمانية هو احترام الآخر باعتباره فردا حرا يختار ويختار بحرية، وخاصة موضوع العقيدة. هل في قبائلنا قبل مجيء الفرنسيين لم يكن هناك فصل، وهذا شيء يجهله كثير من الناس، بين ما هو روحي ويعاد به إلى الإمام في المسجد، وبين ما هو تدبير للشؤون الأرضية للقبائل بقوانين وضعية تضعها الجماعة، وهي قوانين عرفية تسير بها الجماعة لا علاقة لها بالشريعة؟ هذا هو الوضع اللي كان في المغرب قبل مجيء الفرنسيين. المخزن المركزي بمعنى النظام المركزي في مراكش وفاس كان يقطع الرؤوس والأيدي ويقول أنا لدي محاكم شرعية، ولكن جميع القبائل المحيطة بالعاصمة
لم تكن تقطع يد السارق ولا رأس الإنسان، وليس فيها الحكم بالإعدام أصلا. لا تعرف القبائل المغربية الحكم بالإعدام يعني في الأصل. والإمام كان ممنوعا من أن يكون عضوا في مجلس التسيير الجماعي للقبيلة. لماذا؟ لأنه ليس من حق رجل الدين أن يخوض في الشأن السياسي الاقتصادي الاجتماعي الذي يتولاه مجلس منتخب. هذا نوع من السيكولارية كان موجودا في ثقافتنا الأصلية، والناس كانوا مسلمين وكانوا يصلون وكان لهم إمام يأمهم للصلاة، ولكنهم كانوا يعترفون للأفراد بأن الدين أمر شخصي. هذا جوهر العلمانية. أنا كبرت، أنا هذا مثال وأسكت، يعني كبرت في في في, في قرية كان الناس فيها يصلون وناس آخرون لا يصلون يجلسون في مكان آخر يتحدثون، ثم يجتمعون جميعا لتدبير شؤون جماعة. الذين صلوا لا يسألون أبدا الآخرين لماذا لم تصلوا معنا، وعندما تسألهم لماذا يقولون لك لأن هذا شأنهم. هذا هو جوهر العلمانية. إذا استطعنا جوهر الدين لا هو ليس جوهر الدين عندما يصبح الدين مشروع دولة، لأن قبل قليل تحفظت على مفهوم الإسلام السياسي. الإسلام السياسي هو التيار المجتمعي الذي يعتبر الدين مشروع دولة، يعتبر الدين دولة ولا ينفصلان. وإذا كان الدين دولة أي دين؟ لا ممكن اسمع على أنا أتحدث هنا عن الإسلام الذي يعتبر بأن بأن الإسلام دولة ولا ينفصل. إذا اعتبرت الإسلام دولة على العلماني العربي الأفراد بأن يختاروا، لأنك بحكم السلطة التي لديك ستمارس عليهم نوعا من الأمور. بالنسبة للوضع العربي الآن بتأزماته ليس هناك طرف مسؤول، ليس هناك طرف مسؤول. يعني لا يمكن أن أقول بأن أصحاب الإسلام السياسي هم المسؤولين عن الوضع. لا كل الأطراف مسؤولة، ما كانش بديع. حتى الذين يتحدثون عن العلمانية وعن الديمقراطية ليسوا مؤهلين لتصريف هذه المفاهيم. يعني هناك إشكالية. تحدثت عن الاتحاد السوفيتي على أنه بلد علماني. الاتحاد السوفيتي لم يكن بلدا علماني. من قال بأن الاتحاد السوفيتي كان علماني؟ متى كان الاتحاد السوفيتي علماني؟ لم يكن علمانيا. أين نضعه الاتحاد السوفيتي؟ لم يكن علماني لأنه قمع حتى الممارسات السياسية المختلفة. لأن مفهوم العلمانية يتسع. عندما نقول بأن العلمانية على الصعيد القانوني لم يكن لم يكن هناك اعتراف بالكنيسة. لم يكن علماني. الاتحاد السوفيتي. أولا نحدد مفهوم العلمانية. العلمانية ليس ضد العلمانية. إذن العلمانية الذين جاءوا بالعلمانية جاءوا ليقولوا لرجال الدين لا تقحموا الدين في الأمور التي يمكن تدبيرها بغير الدين، وهي السياسة والقانون والمجال التربوي والعلمانية والديمقراطية. لحد الآن بالنسبة للغرب ما زالت ورشة مفتوحة تشتغل. العلمانية مفهوم يعني يتسع. أتاتورك علماني ولا مش علماني؟ أتاتورك علماني ولا كما ومن صنفه أتاتورك؟ العلمانية ككل مفهوم يعيش حالة ضعف وحالة قوة. يعني هناك حركة. عندما نتحدث عن الديمقراطية بدأنا بالديمقراطية غير المباشرة، الديمقراطية المباشرة. الآن نحن في الديمقراطية التشاركية، لأن هناك تطور المفاهيم. هناك حياة. إذا نتحدث عن العلمانية ليست ضد الدين بل ضد إقحام الدين في، والعلمانية تتسع ليس فقط للدين، للإيديولوجيا تعيق حركة التقدم. وجود علمانية متطرفة تعيق التواصل. يعني بكلامك علمانية واحدة. الإسلام السياسي طبعا بغض النظر عن قسمي، الإسلام السياسي لو ناخذ كل مقولاته، مقولة الحاكمية ومقولة جاهلية المجتمع ومقولة الشمولية، هذه كلها جاءت ردود فعل. إيش معنى الإسلام السياسي؟ هو إسلام نضالي، استعمل الإسلام كأداة لمواجهة السلطة. يعني هي ردود فعل على شعارات الدولة الوطنية الحديثة. شمولية الإسلام هي شمولية الأمة الاشتراكية. عندها تفسير في التاريخ؟ لا تفسر لك. يعني هي ردود فعل على ممارسات الدولة الحديثة، لأنه التي لم تكن ديمقراطية بالفعل. كانت حداثة مشوهة، كانت دولة محدثة كما يقول هشام شرابي، يعني لبوسها حداثي وجوهرها قبلي وقراوصي. وبالتالي الإسلام السياسي جاء كرد فعل هذا، وبالتالي كل الحركة السياسية التي تصل للسلطة تتخلى عن هذه الشعارات، لأنها كانت شعارات في مرحلة نضالية كرد فعل على ممارسات إذن السلطة. ناحية ثانية هو أنه العلمانية في تراثنا، كانت هناك ممارسات علمانية كثيرة. القاضي الجرجاني كان يقول الدين بمعزل عن الشعر، ولذلك
كل ما كتبه شعراءنا القدامى وصل إلينا بما فيه ما يسمى بالذين بالشعر الفاحش وشعر الفحش وشعر الخمر، كله وصل إلينا لأنهم كانوا يدركون أن هذا شعر وأن منطق الشعر ليس هو منطق الحياة. حتى في العصر الحديث من قام بتحقيق دوين الشعر إذا العرب القديم هم الزيتونيون والأزهريون. محمد عبده حقق يعني مقامات الهمداني، وهي التحقيق الوحيد الذي لم يحذف فيه أي شيء. بعض الطبعات الأخرى حذف منها ما اعتبر كلام يعني نابي وكلام غير، محمد عبده تركه كما هو. شيخ طاهر بن عاشور حقق ديوان بشار بن برد وما فيه من فحش، لأنهم كانوا يدركون بشكل واضح أنه هذا شعر ولا شأن لهذا، عنده منطق نعم. آخر لا علاقة له بالحياة إذن اليوم نعم. وأن ما يقوله الشاعر ليس بالضرورة هو ما يؤمن إذن به. وبالتالي ثم مسألة أخرى، يعني أنه إحنا وقت نحكوا على قضية العلمانية والإسلام أو ثم قضايا لابد أن نفكر فيها جيدا. مشكلة الإسلام يعني لا نقوم بعملية قياس. صحيح أنه كما قلت أنه في تاريخنا العلمانية شيء، يعني كنقرأ كتاب الأغاني المجتمع العربي كان يعيش حياته طول المعركة، كان يعني الناس تغني وتشرب النبيذ وكتاب كامل، يعني المجتمع كان يعيش حياته بشكل إذن طبيعي. حتى يعني أهل الذمة، أهل الذمة وصلوا وزراء، وصلوا في القرن الرابع وزراء، إلى درجة أن الحنابلة كانوا يتظاهرون أمام إذن القصر للخليفة ويطالبونه بتطبيق أحكام الذمة. يعني يجب أن نميز بين ما كتب في الفقه وبين ما عاشه المجتمع. عاش كما قال كان عاش حياته بشكل إذن طبيعي وبشكل يعني واحد. بقي ثم إشكال آخر لازم نفكروا فيه، هو أنه الذين يقولون بأنه قضية الإسلام وفصل الدين عن الدولة كذا، راهو ثم إشكال أنه يكفي أن نقول أنه جميع شعائر الإسلام ذات طابع جماعة. الصلاة تتم جماعة، الصوم يتم جماعة، الحج يتم جماعة، وكل ما هو جماعي يدخل في الفضاء العام يصبح سياسي. هذا كل وهذا إشكال نعم. وهذا إشكال، هذا إشكال يجب أن نفكر فيه. شكرا جزيلا. أنا تفضل نسمع قيل لو سمحتوا بس، لكن بإنجاز شديد جدا. تفضل طيب خليك ترد، أنت حتختم بس اسمع. نأخذ أو ننظر نظرة متفائلة بالعودة إلى تراثنا العربي الإسلامي وفي مشكلة السياسة والدين. تراثات بالعالم الإسلامي. تراثات نعم. على الأقل الإسلام تبل وراء تاريخيا بالعودة إلى ابن خلدون في الباب السادس من مقدمته، أشار إلى القسمة انقسم فيها الإسلام إلى قسمين كبيرين. نعم. الشيعة من جهة، الطائفة الشيعة من جهة، والسنة من جهة ثانية. ويحدد العلماء السنة بأنهم أولئك الذين يتفقون على أن السياسة ليست من الإيمان أو ليست من العقيدة، بينما التزم الشيعة أو اتفق الشيعة كلهم بدون استثناء متطرفهم ومعتدلهم على أن السياسة أي الإمامة من أصول العقيدة. بهذه النظرة، وهذا ما يجعلني أفهم عندما تقول كان الذين يصلون يصلون والذين لا يصلون وكان الشأن العام، أي أن السياسة الشأن العام هذا لا دخل له في العقيدة ولا دخل له من جهة العقيدة. شكرا على التوضيح، نقطة مهمة. إذن هذه مهمة، وبالتالي يعني السنة أو علينا كنخبة نعم. وثقافة أن حتى نربط الجسور، لأن العلمانية نعم. قد تبدو غريبة آتية من هناك، ربما لو حاولنا أن نعود إلى أنفسنا ونستلهم النقاط المضيئة في تراثنا سنجد الكثير الكثير نعم. وبالتالي لا أرى أن هناك شكرا. مشكلة طالما لم تتحول العلمانية إلى مضامين. شكرا جزيلا لك. هادي أختم معك. فقط أنا عندي تعقيب صغير على الأستاذي محمد الرحمون، لأنه أستاذي ودرسني في الجامعة. وهذا يشرفني أنا أجلس مع تلميذي. أيوة. مع تحفظك على الإسلام السياسي. لا في نقطة الإسلام السياسي بالذات هو اسحبها دكتور. لا ما نسحبهاش. دكتور الرحموني ذكر أن الإسلام السياسي هو ردة فعل على القمع السياسي. أنا أعتقد هذا جزء من التفسير أو تفسير الظاهر للمسألة، لأن نفس المقياس يمكن أن نستعمله على بقية التيارات، التيار الشيوعي، التيار القومي في الستينات، التيار الشيوعي في الموجة يعني الشيوعية التي سادت العالم العربي، كانت
هي ضد الاستبداد السياسي، ولكن المسألة في اعتقادي في علاقة بالإسلام السياسي أعمق من ذلك. الإسلام السياسي يقدم نفسه كمشروع وكطرح كمشروع دولة، ويستند إلى مقولات قديمة، يستند إلى تفسير وتفسيراته. وأنت تعرف سر حضارة أن الإسلام السياسي يعني يضرب في الأعماق، يضرب يعني في مرحلة الرسالة، في مرحلة الرسول، في مسألة الدولة، في علاقة هذا الإشكال الممكن من يتفضش يعني إذا كان نفتح نقاش في مسألة السياسي والديني في الإسلام لليوم. يعني لليوم احنا العرب والمسلمين ما عندناش أجوبة حقيقية على مسألة الفصل في الدين والسياسي، لأن هذه الفترة الملتبسة هي فترة الرسالة الأولى. هل كانت فترة سياسية أم دينية سياسية؟ مشكل كبير. أريد أن أربط بين المفاهيم يجب أن تربطها بسياقها الذي تطبق فيه، وأعتقد أننا إذا ربطناها بالسياق الذي تطبق فيه سنجد أنه لماذا نعترض على العلمانية؟ نحن لا نعترض على فصل الدين، فصل السياسي عن الديني، فصل كذا. نحن نعترض على مفهوم الخصوصية. يجب أن نفهم هناك خصوصية لمجتمع مسلم. حينما أقول الخصوصية ستوصلني إلى أمر آخر، هو أنني حين أتحدث عن أنه مجتمع مسلم، المجتمع المسلم الأول، يسمح لي أستاذ لا أريد أن أزعجه بهذه، المجتمع المسلم الأول كيف كان تطبيقه للدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يتتبع الناس، كان هناك من يشرب الخمر، كان هناك من يزني، حتى المرأة التي جاءت وأقرت أنها زنت وقيم عليها الحد ولم تسأل عمن زنى معها، لأن الإسلام لا يتتبع مثل هذه الخصوصية، لا يريد أن يفضح الناس، يريد أن هناك قوانين عامة رادعة. يعني الرسول كان علمانيا؟ لا لا، لما قصر علمنا قلت الدين مشكلة في فهمنا للدين. الدين لا يتتبع الناس في مثل هذه العلمانية. الدين والخصوصية ليست انغلاقا، كل مجتمع ينغلق يموت. يعني العزلة لا تخط الحضارات. سمعني كمل. الأمر الثاني، الخصوصية ينبغي أن تكون منفتحة، تأخذ وتعطي. حتى وكمل. إذا كان رسول مغلق للخصوصية فقد انتهى. أنا ما قطعت إنسان هنا، كلما تكلموا سكت. يجب أن أكون. الأمر الثاني أنه من آثار العلمانية، ليس على السياق الإسلامي، الآخر الذي طبق العلمانية وآمن بها الآن يشكو من آثارها هي كمضمون، لأنه أصبح مجتمعات تعاقدية وليس مجتمعات يشكوها. يشكوها يعني أخذتها بإشكالية حول الدين الإسلامي وأيضا جوهر. يشكوها في أخلاقه، يشكوها في قيمه. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. عن الليبرالية المتوحشة تتحدث عن نقاش أوسع مشاكل أخرى، والعلمانية نقاش أوسع من كثير. دكتور عندك تعقيب آخر ونختم الحلقة، تفضل. أعتقد أنه من الأفضل أن نركز على المصطلحات بقدر ما تركيزنا على القيم التي وراء هذه المصطلحات. اللائكية أو العلمانية هي أساليب، أدوات، إجراءات لحل المشكل في العلاقة ما بين الديني والسياسي. اللي أعمق من هذا الكل هو هذا السؤال الذي يجب أن نطرحه عن نفسنا: ما هو الإنسان الذي نريده؟ هل نريده إنسان حر، سيد نفسه، حر في قراراته، متعلق بكرامته ويدافع عن كرامته، حقه في المساواة، مواطن؟ وإذا قلنا هذا، الاعتبار متاع مجتمع مسلم وغير مجتمع مسلم ليس له أهمية. نعم. المسلم هو الإنسان الذي متشبع بهذه القيم، ولذلك فهو يدافع عن حريته، وعند ذلك يجتهد مع الآخرين لكي يجد سبيلا لحل العلاقة ما بين السياسي. نعم. والدين. بهذه الأسئلة نختم هذه الحلقة من برنامج جدل. شكرا جزيلا لكم على المشاركة، دكتور منير لكشاو، أستاذ الفلسفة السياسية والأخلاقية في جامعة تونس، كما أشكر السيد أحمد عصيد الكاتب والناشط الحقوقي المغربي، أيضا سعيد هادف الباحث في شأن المغاربي، وهادي أحمد شكرا جزيلا لك الباحث والإعلامي التونسي. الشكر أيضا لمحمد رحموني الأستاذ الجامعي، عقيل الخطيب أستاذ الفلسفة وباحث أيضا تونسي، محمد الأمين مصطفى الباحث الموريتاني، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البريد الإلكتروني وأيضا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء. We'll be right back.